إلا جالي تعليقات كتير جدا من ناس مثقفة للغاية وبعتز بيهم جدا، بيقولوا عليك كلام حلو قوي قوي قوي، أنا بعتبر نفسي إن أنا محظوظ إن أنا اكتشفته عن قرب. أشكرك جدا وأحيي كل الأصدقاء اللي علقوا واللي علقوا. أحيانا نحن مشغولين بالبروفات ما نلحق نرد، لكن نعتبر هذا رد وتحية ومحبة وتقدير لكل الأصدقاء اللي اهتموا في اللقاء، في التعليقات اللي نشرت في أي شيء يعني الحفل، وهذا دائما يخلينا شغوفين بأن نعمل شيء أهم يليق بمستوى محبينا ومستوى أصدقائنا ومستوى الناس اللي تتابعنا، وإحنا نطلع فيهم ويطلعوا فينا، هي هاي المعادلة، واحد يرفع الثاني. عندي كمان رسالة لازم أقولها لك من واحدة من الأصدقاء المحترمات جدا اسمها دكتورة زهور الجفري، هي كانت التقت بحضرتك مرتين وحكيت لي عنك حاجات كتير، تحب تقولها إيه؟ أقولها سلامي وتحياتي وتقديري، وأتمنى إن شاء الله تشرفينا بالحفل، وإذا أنت بغير مدينة بغير ولاية بغير دولة فإن شاء الله الأيام القادمة نلتقي على خير. أشكرك جدا لمتابعتك، شكرا.